أشاد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود اليوم بفوز شاب كويتي بمنصب الأمن العام للكيان الأقليمية الشبابية العربي، وذلك في الانتخابات التي جرت في تونس. واعتبر الشيخ سلمان الصباح انتخاب أمين سر مركز الفرزدق للثقافة والتنمية المجتمعية بالكويت دهام الدهام، إنجازا جديدا للشباب الكويتي المعطاء. وقال إن وزارة الدولة لشؤون الشباب كانت من الداعمين لهذا الشاب، إيمانا منها بدورها الرئيسي والمحوري في تقديم الرعاية الشبابية ومساندة كل الجهود الشبابية الإبداعية. وأكد أن الكويت لن تألو جهدا في توفير كل الإمكانات والدعم لتشجيع الشباب على إبراز مواهبه وتوجيهها نحو الطريق الصحيح.